مرحبا، كيف حالك؟ اقسم بالله نسيت شو موضوع الفيديو. صح، اليوم بدنا نحكي عن واحدة اسمها على تيك توك فانسي حيوان، فانسي حيوانة، فانسي اسمها فانسي. وفانسي بتعمل محتوى حريقة اخوان، نار نار قاعدة بتغير العالم. هلا هنودي اصلا سبقني على هذا الموضوع، في اللي بده يحضر الفيديو تبعه حطه في الديسكربشن. على العموم هاي البنت بتعمل محتوى مميز، واللي بتعمله بتصور فساتين وبتعطي الفساتين اسماء. حلو، المشكلة انه بتعملها المشكلة انه طريقتها كثير غريبة. الفستان اسمه أميرة نتفليكس. اوكي بداية فستان نتفليكس، لانه اول شيء بخطر على بالك لما تحكي نتفليكس فستان. كل حدا بيلبس فستان لما يحضر نتفليكس، حتى انا يعني فستاني بسميه فستان الشباح. يا جماعه الدنيا صيف حاليا، يعني مين حيلبس فستان وهو بحضر نتفليكس؟ هاي مشكلتي الوحيده مع الموضوع. لو كان شتاء عادي بلبس فستان. البسي عشان تستمتع باحلى مشاهده. هذا هو المحتوى اللي حنحضره اليوم، محتوى زي هيك، محتوى غريب. يا اميره الاندومي، واو جمالها سبايسي وعطرها يدوخ. جمالها سبايسي، حلو، لانه الاندومي سبايسي، عطرها يدوخ. انا صار لي زمان مش ماكل اندومي، هل الاندومي صار يدوخ هاي الفتره؟ هل في ناس بيدوخوا على الاندومي يا جماعه؟ كنت قاعد تعرفوا بتعاطى شويه اندومي مع الشباب بهارات الاندومي. اوكي ايش قاعد بعمل؟ داعي مجانين اندومي. اوكي لازم اطبخها اليوم وتخليك تلحقها نفس توم اند جيري. انه يعني بكثر الجمال الشباب يلحقوها زي توم اند جيري. في حلو التشبيه، بس مشكله واحده، بتعرفوا كيف توم بيحاول يقتل جيري؟ اذا حدا بيلحقك زي توم اند جيري روحوا اشكي عنه على الشرطه. اميره البرجر، هي هيك كل اللي بتعمله، تروح على اشياء عشوائيه. واميره الابصر شو، اميره الريد بول، فيديوهاتها عليها ملايين المشاهدات اقسم بالله. كل عنده فضول، كل بيستنى ايش الاشي الجاي اللي حيكون اميره. اميره البرجر تطلب الوجبه اكبر مقاس، بس لازم البيبسي يكون اكسترا دايت. اكسترا دايت؟ شو يعني اكسترا دايت؟ في البيبسي العادي بتنصح، بعدين في يعملوا بيبسي دايت بيكون فيها صفر سعرات حراريه. خلص ما بصير تحكي اكسترا دايت، شو تعمل بيبسي اكثر من هيك؟ ايش في شيء ثاني ممكن البيبسي تعمله اكثر منها تعطيك صفر سعرات حراريه؟ هذا زي اللي بيروح على مطعم برجر يحكي له لو سمحت بدي برجر اكسترا بدون جبنه، ما هو اصلا فيش فيها جبنه، ايش يعمل لك اكثر من هيك؟ بدي شاورما اكسترا بدون صوص، طب ما هي ما فيها صوص. لو سمحت بدي احمد حسن اكسترا انسانيه. جد البنت فيديوهاتها غريبة وما لها أي دين لازمة. خلينا نشوف الفيديو اللي بعده. أرميز تشيك جيمين يقول لك أهلا وسهلا. سبحان الله، أول ما ألاقي بنت محتواها غريب على تيك توك تطلع من جماعة الكيبوب، أنا إيش أسوي؟ جيمين يقول لكم وصل عدد اللايكات والكومنتات لرقم خيالي. طبعا هاي التيك توك جابت كثير لايكات، أكيد يعني جيمين اللي حكى، جيمين أمر. جيمين يقول لكم هسا كثير منكم كيسأل طب أحمد أنت ليش عامل لايك؟ عفوا انا يعني بديش جمل يزعل مني يعني. لا جمل لا تزعل، تفضلوا شفتوا شو عملتوا؟ يلا اعملوا لايك لهذا الفيديو عشان يرجع ينبسط جمل. اذا بتوصلوا هذا الفيديو 70,000 لايك جمل بعطيكم عناق من الخلف. لا بس جد معقول في ناس من جماعه الكيبوب هيك لما شافوا هذا الفيديو شو جمل بحكي اعمل لايك لازم تش لايك كومن. اميره اكسو كيوت وهي تقول بايسي كاي. اوكي اميره اكسو فستانها شفاف، بلشت احب الكيبوب. ياي اكسو ياي وو. اميرة بارد يوم، شو؟ اميرة بارد يوم، لا بلمستها تقدر تحول. ليش بلمستها تقدر تحول This is cool ماما. يا الله ليش؟ This is fire. ليش تعمل فيديو لبارد يوم وما تعملي لي؟ لا يا اخوان ما بزبط، اشمعنى يعني بارد يوم؟ ما لي دخل، انا بدي فيديو اميرة الهبد. انا اسف فانسي حيوان، بليز اعملي فيديو أميرة الهبل. اشمعنى يا اخي اشمعنى بارتيوب؟ شو في شيء بارتيوب عنده اياه وانا ما عندي اياه؟ هل بتعتبروا بارتيوب أميرة أكثر مني؟ ما لي دخل، بدي فيديو أميرة الهبل. أميرة الواتساب مثقفة كأنها دكتورة. أميرة الواتساب مثقفة؟ الواتساب البرنامج المعروف بالإشاعات صار مثقفة؟ شو التخلف؟ بالمرة حطي أميرة التيك توك أميرة المحتوى الجيد. الفستان اسمه أميرة التيك توك. يلا قوليها. يعني معروف التيك توك الموقع للمحتوى الزبالة. يعني ما في محتوى كويس هناك، كل المحتوى زبالة. فخلينا نشوف شو بدها تحكي حضرتها. أميرة التيك توك البسي وقولي للمتنمرين يما منك. الصراحة نقول الحق
استراتيجيه ناجحه عشان تحكي للمتنمرين يما منك. انا مرات بيحكوا لي اني متنمر، مع انه يعني الواضح انه فيش حد فاهم شو معنى كلمه تنمر، بس انا كشخص متنمر اذا مثلا هسه نور مارخ عمل فيديو رد علي وحكى لي يما منك، ححس حالي زباله، اقسم بالله بطل احكي عنه، اتركه بحاله خاص، وحخاف كمان شوي بس هالقد يعني زبده الكلام، ما حد يتنمر عليك احكي له يما منك خلاص. اخ يا قلبي شايفين الكياتة؟ والله جد كثير كيوت حبابك مسكاه كذا، اول ما تحصبوا على طول تفعصوه. ليش؟ بعدين مزاجكم يتغير. شو؟ الدب كيوت، ليش هيك تعملي بالدبدوب؟ شوف في وات؟ تفعصوه بعدين مزاجكم يتغير. واو الدب كيوت خليني اخنقه. ليش؟ اخوان فانسي حيوانة سايكوباث، كلمة حيوانة مربوطة دائما بالمجانين على تيك توك مش عارف ليش، طبعا كلكم بتعرفوا الحيوان اللي قبل. يمكن تكيتو يا خدود يا حلوة أنت يا حيوانة. أبصر شو قاعد بعمل هاي الأيام، والله زمان عنه، والله اشتقت له شوي. كذا أول ما تحصبوا على طول تفعصوه. بيحكوا دائما إن الناس اللي بيصيروا قتلة لقدام وبصيروا مجرمين، قبل ما يوصلوا هاي المرحلة بيكونوا بيعذبوا حيوانات وقصص، أنا متأكد قبل ما يعذبوا حيوانات بيكونوا بيعذبوا حيوانات قطنية، صدقوني هاي لو مثلا تيجي تقتل حدا بتكون قمة في الرعب، إنه أصلاً صوتها بيخوف يعني، بتحس من صوتها إنه هي بتحكي بتكون مبتسمة يعني. أميرة التيك توك. أميرة التيك توك. أميرة الإندومي. أميرة الإندومي، ما بتحسوا هيك بس أنا؟ ما بتحسوا إن هيك بتحكي هيك عاملة؟ والله يا إخوان، والله مخيف. وسؤال اليوم يقول، أنتوا تقولوا شوكولاتة؟ ولا شوكولات؟ وتجميع الكومنتات كالعادة جماعة التيك توك، معقول في حدا جد بروح وبعلق أنا بحكي شوكولاتة؟ بنات الطويلة تكتب أنا أميرة. التيك توك كلها عقول بسيطة الصراحة، واضح إنها بتجمع تفاعل. والقصيرة تكتب أنا كيكة. غباء والله غباء جد، بس الأطفال حيهتموا بهيك شغلات. بنات النحيفة تكتب أنا تشيز برجر، والمليانة تكتب أنا تشيكن برجر. خلينا نشوف الفيديو اللي بعده. بنات لما تحطوا كريم العيون خليكم مرة حنونين على عيونكم. كويس منيح حكيتي، لأنه ما بصدقي كم مرة شفت بنت بتحط كريم عيون وتحطها في نص عينها يعني. أبدأ من المدمع للطرف عشان تصيروا زي باربي. دير بالكم يا بنات مش لا نو لازم تكوني حنونة مرة حنونين على عيونكم تمام. للأسف كثير ناس ما حيحضروا هذا الفيديو لأنه بكونوا اوريدي خسروا عيونهم لأنهم تعرفوا، بس على الأقل البنات في المستقبل إنهم ما يخسروا عيونهم بهذا السبب. طيب يا جماعة محتوى غريب، هو مش سيء يعني ما بأذيني كإنسان يعني، أنا ما بحضره ما بأثر فيه تأثير سلبي وأنا بحضره، ما ححكي عن المحتوى سيء لأنه لسه بستنى بدي إياها تعمل لي فيديو أميرة الهبد. أنا هذا من أهدافي، إذا 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 صار في فيديو أميرة الهبد خلاص أنا بموت مبسوط، بكون خلاص ارتحت نفسيا. فروحوا عند فانسي حيوانة واحكولها عملينا فيديو أميرة الهبد، بدي فيديو أميرة الهبد أنا ما لي. استنى شوي، لا تنسى تشترك يا ورع، لا تنسى أنت كتكوت على المليون. إن شاء الله حنزلكم أغنية بلشت أشتغل عليها، قاعد بكذب بس حبلش أشتغل عليها قريبا. وبليز يا جماعة ما تسبوا على البنت اللي حكيت عنها اليوم، زي ما قلت لكم ما بتعمل أثر سلبي يعني، إحنا ما بدنا نوقف محتواها، هذا مش فيديو انتقاد، هذا بس هيك بطقطق وسخرية. والآن مع فقرة الهبد الإضافي. كثير منكم يمكن يفكر انه انا بعمل هاي الفقرة بس عشان اخلي الفيديو 10 دقائق. كثير واضح. فاحضروا لي هذا البوست، نظرية مؤامرة الصراحة الزلمة افحمني. الحمل والولادة اكبر كذبة اخترعتها النساء لكي يطالبوا بحقوق لا يستحقونها. كنت عارف البنات اللي بيكون بطنهم كبير هذول مش حوامل، هذول لصحات بس عندهم كرش. اليكم السؤال، كيف يعيش الطفل بداخل بطنك 9 أشهر بدون اكسجين؟ هل يتنفس من الخياشيم مثلا؟ انا داري يا رجال بطلت اصدق حد يا اخي، انا لم ارى في حياتي طفل يخرج من بطن سيدة، انها مجرد كذبة نراها ايضا في الافلام. كلام منطقي صديقي، وانا متأكد كثير ناس حييجوا يصارعوك، هذول اعداء النجاح تردش احد. بوست رهيب، شكرا لك يا صاحب النظرية. وطبعا هذا الكلام بيوثق نظريتي الثانية اللي هي انه الانسان اصله شجرة، بس بعدين لسه ما درست الموضوع كامل، بس الانسان اصله شجره، ملابس هبيد انا ما بحكي عنها كثير، انا بلبسها دائما بس ما بحكي عنها كثير لانه ما بدي اذيكم. البراند الي ملابسي انا، لما تشتري منها بتدعمني بتدعم قناتي، والملابس جد حلوه كواليتي عالي ما بيروح اللون مع الغسيل، قماش تركي تصنيع الاردن، فاطلبوا من هبيد.com وتوصيل موجود حول العالم. شوفكم على فيديو وحوش وغنيت التعليقات. هاي هي اغنيه التعليقات، حنختار تعليق عشوائي هلا هو تعليق عشوائي، فلا تزعلوا تعليق من الفيديو الماضي.
علق في هذا الفيديو عشان تبين في الفيديو الجاي. تعليق عشوائي.